خلينا ناخذ المقادير الخاصه بفخده الخروف المشويه مع الخضار. محتاجين ل نص كوب زيت نباتي، فخده خروف متوسطه الحجم، 8 حبات ثوم، جزرتين مقطعات، 4 حبات بطاطا مقطعه، 3 حبات بصل مقطعه ارباع، معلقتين كبار بهارات مشكله وملح وفلفل، وكوب مي، 2 ورق غار، 2 عود قرفه، واغصان من اكليل الجبل. نبلش؟ نبلش. طيب هلا اول شيء رندا، دائما انا بقول اهم شيء باي شيء بده ينشوى بالفرن انه يكون تنشف مظبوط، سواء دجاج، لحمه، بتعرفي مرات مش لما تكون انت عم بتذوبي اللحمه خصوصا اذا طلعتيها من الفريزر بتبلش تنزل مرات مي ودم، يعني بتعرفي كيف، فلازم تكون كثير ناشفه بالشوي خصوصا لانه احنا ما بدنا اي سوائل فيها تخرب لنا الشوي. اوكي؟ طب سؤال، يعني لما بتجيبيها من عند اللحام لحمه بتغسليها ولا لا؟ شوفي هلا انا بس بشطفها بالمي، ما بغسلها غسل، وحتى اللحمه المفرومه عم بتفاجئ انه في ناس قال بغسلوها. انا بغسلها. لا 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 أبداً. انت عم تروحي كل النكهه اللي فيها لما بتشطفيها. انا صراحه اللحمه المفرومه بالذات لا ما بغسلها. هلا اللحمه اللي مع عظم بشطفها شطف بمي، بس ما بحط خل ولا ليمون لانه بخاف مرات هاي الاشياء بتطري انسجه اللحمه، ولما بتضبيها بالفريزر بترجعي بتطبخيها بتاثر على الطبخ. اوكي. هلا شوفي رندا، اهم شيء بدي اعمل شقوق فيها بالسكينه حتى احط فيها حبات ثوم. اوكي، حبات من الثوم الكامل. حلو، تعطيها نكهة كتير بتطلع طيبة معها. طبعاً توم، وإحنا مركزين هون بوصفتنا على التوم وعلى إكليل الجبل وعلى بهارات وزيت، ما فيها أي شيء تاني، يعني لا فيها ليمون ولا فيها خل ولا فيها أي شيء، لأنه هو أصلاً إذا أنت متبلتيها بالبهارات صح وحاططيها يعني لفترة معينة مظبوطة بالفرن اللي هي تقريباً بتاخد 3 ساعات إلا ربع، رح تستوي معك كتير منيح. هلأ هي حبات التوم بنحاول ندخلها بالشقوق اللي عنا، طبعا حب كامل، اللي بحب انه يحطه مدقوق يحطه، بس هو الصراحه لما يكون حب بيعطي نكهه كثير اطيب. اتوقعت انه ما يكون في كثير كومنت صراحه، بس والله ما شاء الله فقط انا قلت ما حد رح يحضرنا. الناس نايمه. الناس نايمه، لا الناس عم بتزور بعد كمان، بتعرف الدنيا عيد، فقليل يمكن الناس اللي يقدروا يشوفوا او يفتحوا على التلفزيون، بس يلا الحمد لله بنسلم عليهم اكيد. هي في كومنتس كثير عم تجينا بفقرتك ديما، منهم محمد شاهين، مهند الشواهين، ويحيى البلاونه، رسلان الشهاني او شيشاني عفوا، رسلان الشيشاني، ريهام عيسى، شكرا يا ريهام، اسيل الحياري، نسلم عليهم طبعا كلهم رندا ونعيد عليهم، ان شاء الله يا رب ينعاد على الجميع بالخير يا رب، ان شاء الله بالخير والسلام والبركه. خليني احط محمد جبور ورهف كمان، ومين كمان، نرمين نريمان وعروب. أوكي. عروبة ويارا عودة. هلأ رندا شايفة محل ما حطينا الثوم برضه بدي أحط شوي من إكليل الجبل. حلو. جوا يعني جوا الفتحات. أيوة. كتير بيعطي نكهة، وعلى فكرة في كتير شغلات بتكون تلبق مع شغلات تانية. مثلا اللحمة خصوصا يعني اللحوم المشوية كتير طيبة مع إكليل الجبل. فبتلبق معاها كتير. في عدة طرق لشوي الفخدات، هاي وحدة من كتير وصفات، ورح نعمل أشياء تانية أكيد مرات تانية. ما بتنحشى هاي طبعاً فخدة؟ لا مستحيل. لا تنحشى. لا لا. الضلعة جربتي يعني عملتيها بطريقة مختلفة؟ الضلعة ضلعة. هلأ أنا شوفي عادة ما بحب أحشيهم، بحبهم ينشوي شوي. والله لانه بحب يعني تتنكه اللحمه صح بالبهارات. مرات الرز يعني انا حتى الدجاج المحشي بس الوحيد الشيء اللي بحبه ينحشى، لانه مع اني برضه بسوي الرز 3 ارباع سوا برا، ما بحب الرز يخبص جوا اللحمه او الدجاج، بحب اكله مثلا مفلفل مع بهارات ويكون اللحوم مشويه شوي. هيك انا اقولي شخصيا، بس هو يعني في كثير ناس بحبوه. في ناس اكيد بحبوها. هلا بدي احط كميه منيحه من الزيت النباتي، مش زيت زيتون، تقريبا 3 ارباع كوب. ليش زيت نباتي اخترت؟ هلا زيت الزيتون بنحرق بالفرن، خصوصا انه بدنا ندخلها تقريبا عم نحكي احنا 3 ساعات الا شوي. فزيت الزيتون مش من الزيوت اللي بتتحمل حراره، فما بندخله على الفرن. فهلا بس بدي امسجها شوي بالزيت قبل ما نحط عليها البهارات. في بتكون نفس اللحمه مرات مدهنه، ف
فلما يكون مدهنه ما نحط عليها زيت. آه طبعا هلا انا بنظفتها من الدهن. يعني انا شايله من الدهن. في ناس بحبوا يخلوا الدهن على الفخده عشان تزيد طراوتها، بس اذا انت حطيتي اصلا زيت وغطيتيها مزبوط هي رح تستوي مزبوط. فهذا يعني اختياري، انا مش من الناس اللي بحب الاقي كثير دهن على اللحمه، عرفتي؟ فهذا حسب الرغبه. هلا في عندي كميه منيحه من البهارات. انا تقريبا هاي الوصفه هي وصفه شيء بنسميه دراي رب، يعني بنحط كميه كبيره من البهارات الناشفه وبنفركها فيها. اوكي هيك مستحيل. شو خلطة البهارات هاي؟ هلا هاي الخلطه هي قرفه وهال وجوزة الطيب وبهار اللي هو بنحكى له بهار الاول سبايس. قرفه وهال وجوزة الطيب وبهار وايش الثاني وفلفل اسود. اوكي هاي خلطه 5 بهارات. ما بحب احط خلطه 7 بهارات على اللحوم مره، يعني حسب الوصفه، بس عاده 7 بهارات بدخلها مرات كمون، بدخلها كبش قرنفل، هاي الشغلات ممكن تغير في نكهه الاكل. فحسب مثلا اذا عم بطبخ مطبخ خليجي او هندي بحب ادخلهم الاشياء اللي فيها 7 بهارات، اما اذا مطبخنا العربي بفضل يعني بس اضلني على 5 هدول. حلو. وهذا طبعا حسب الرغبه، مش شرط انه يكون انا كيف انا بحب البهارات هو الصح، كل واحد حسب ما بحب. بس طبعا احنا بنعرف انه اللحوم من الاشياء اللي بتحب البهارات. عبير عبدين بتصبح عليكي، ولين الحلبي بتعمل الجرايد كمان. لين حبيبتي اها لين حياصات، ولينا بتصبح على كل الاهل في عمان. لين حياصات، قصي عماري، ومنال خريس. هلا رندا هون صينيه الفرن برجع بدهن فيها شويه زيت حتى ما يلزق معنا اي شيء، وبحط فيها ورق غار وعيدان قرفه، هذا كتير مهم لزنخة اللحمة، بالإضافة لأوراق من الروزماري. إكليل الجبل. إكليل الجبل. هلأ بدي أرجع أنقل اللحمة مع أني غسلت. خليني أرجع ألبس كفوف أحسن. هلأ شوفي حطينا لها البهارات والزيت، ضل الملح والفلفل. خل ما بدك تحطي خل؟ لا أنا ما بحط خل بهاي الوصفة، في وصفات تانية بحط فيها خل للشوي. أوكي. فأنا رح أحط تقريباً 3/4 إلى كوب مي، بس المي ما بتحطيها عليها، بتحطيها على حفايف الصينية. هلا رح افرجيكي كيف، لانه اذا نزلتيها عليها هلا كل البهارات بتسحل. فانت بتحطيها بس هيك على الحفاف، فهي بتساعد في عملية تبخير اللحمة وبتغطيها بالفويل. طبعا بغطيها بالفويل وبخليها اول 45 دقيقة على اعلى درجة حرارة بالفرن. أوكي. بعدين بوطي الحرارة ل 180 وبخليها كمان ساعتين، يعني هي بتعدلها المي اذا نشفت او لا. ما بزيد كثير مي، يعني ممكن ازيد كمان نص كوب، بس هي مش الهدف انه احنا نسلقها سلق. فما بنزيد كثير مي. احنا الهدف انها تكون مشوية شوي. هلا كمان شوية ملح. إذا قديش من أول نص ساعة بس بتخليه حامل غاز؟ أول 3/4 ساعة. 3/4 ساعة. هلأ في عنا هون خضار مشكلة برضو رح أحطهم، اللي هم بطاطا، بصل، جزر. شوفي البصل خليته هيك. حلو. بصل صغير. هلأ مرات صراحة، بس اليوم عشان أفرج المشاهدين كل الخطوات، ما بحب أدخل الخضار من الأول حتى ما تنهرس كتير، خصوصا إذا أنت مثلا مدخلة أشياء تانية. مرات تعرف في ناس بحبوا يحطوا كوسة. الكوسة آخر شيء بدخل بالخضار. فانت اذا بدك تدخلي خضار عاده اشوي هاي اول نص ساعه 3/4 ساعة لحالها. بعدين افتحي عليها ونزلي الخضره. اوكي برضه بدي املح وابهر شوي الخضار اللي عندنا. هون ما بتحطي توم كمان؟ هون خلص، ما هي شوفي هي مليانه، بتقدري تحطي بتقدري. بتقدري، بس انا الصراحه حطيتهم كلهم جوا، بس اكيد انه بصير. طبعا ملح البطاطا بتاخذ ملح منيح. تمام هيك. وهلا بدنا ننقل اللحمه، نحطها بهاي الطريقه، نشيل هدول. شكلها حلو كثير. وهلا رندا زي ما قلت لك المي ما بنحطها فوقها، يعني هلا اذا انت درتيها رح تقيمي كل البهارات. فبس بتحطي كميه بسيطه جدا على اطراف الصينيه، فهي بتساعد انها تعطي بخار وانها تستوي اللحمه اسرع. يعني شايف احنا المي ما دقرت اللحمه ابدا، اللحمه عندنا مرفوعه على الخضار اللي عندنا. تمام. برضه هاي فكره حلوه انه تخليها، فهي بتكون زي كانها حاميتها، اولا ما بتلزق من تحت، وثانيا هي بتكون رافعتها فبتستوي على بخار المي. طب في حال انه زي ما قلتي بدك تحط الخضره بعد نفس الشيء بحط شويه بصل وجزر. ما بتحطي تحتيها شيء؟ بحط مرات بحط سلري. يعني كثير مهم تكوني رافعتيها شوي. يعني هلا انا اذا بدي ادخل الخضار زي ما قلت لك بعد ثاني خطوه بحط بس شويه بصل هيك شرحات تحت وجزر. الجزر بتحمل كثير
فيعني من الخضار اللي بتتحمل. وزي ما قلت لكم بنغطيها بورق قصدير. خليني افرجيكم عشان كل شيء يكون صار صح. وبندخلها على فرن حرارته 180 سوري اعلى شيء حسب فرنك انت اعلى شيء لمده 45 دقيقه. وبعدين بنوطي الحراره ل 180 وبنخليها كمان ساعتين او ساعه ونص. بس انت كل مثلا ما تفتحوا عليها كثير، بس بعد مرور اول ساعه ونص شقي عليها. اذا حسيتي انه بدها شويه مي زي ما حطينا كميات بسيطه، احنا ما وصلنا الكوب على فكره، بتحطي كميه بسيطه من المي وهيك مندخلها على الفرن زي ما حكينا ومنطلع الجاهزة. فلسطين حرز الله بتصبح عليكي، وأنس محمود ورؤية معتصم، نريمان القعلاوي وتامادور هلوش الزعبي، عمرو توفيق. هيك هي اخر شيء بتتقدم بالطريقه. عبدالله هيك ولا اقلبها ولا هيك؟ منيحه ممتازه خلص تمام. اوكي اذا حطيتي رز كمان. هلا هذا الرز فلفلته بس بنفس البهارات اللي استعملتهم مع الفخده. اوكي يعني انا نفس البهارات اللي هم قرفه وجوز الطيب وهال وفلفل اسود وبهار فلفلت معاهم الرز عادي، كيف قليت الرز شوي بعدين حطيت البهارات وطبعا مي وبس، يعني حتى لا مكعب ولا شيء. فبتكون متنكهه من نفس نكهه الفخده. يعني يسلموا ايديكي ديما على الطبق المميز، فخده الخروف مع الخضار المشويه.